وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عيسى علي عبد الله، مدير إدارة المسح الطبوغرافي القائم بعمل مدير المسح العقاري. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما الهدف من تدشين خدمة إعداد خريطة وثيقة التسجيل العقاري عبر البوابة الوطنية؟ نعم، في البداية أوجه شكري تلجم بحرين على إتاحة الفرصة لنا كجهاز المساحة التسجيل العقاري للتحدث عن هذه الخدمة. تأتي هذه الخدمة استكمالا لخطط جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتحول الرقمي، تحويل جميع خدماته إلى خدمات إلكترونية، حيث أن توفر الخدمة على البوابة الوطنية يهدف إلى تحصيل إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الخدمات التي قدمها الجهاز. وايضا تهدف الى هذه الخدمه الى دعم المبادرات الحكوميه في تقليص وتسهيل اجراءات تقديم الخدمات الحكوميه. وفيما يتعلق بخدمه اعداد خريطه وثيقه العقار والتي تم تدشينها مؤخرا من قبل معالي الشيخ سلمان بن عبد الله ال خليفه رئيس جهاز المساحه والتسجيل العقاري، احب اوضح ان هذه الخدمه تهدف الى تسهيل اجراءات طلب خريطه وثيقه عقاريه من خلال امكانيه مباشره المكاتب المساحيه الخاصه لإجراءات إتمام مسح العقار وإعداد خارطة وثيقة ملكية له دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الجهاز. نعم مهندس عيسى، يعني ما هي أهم المزايا التي ستقدمها الخدمة الجديدة للمستفيدين؟ نعم، هذه الخدمة ستمكن المواطنين والمقيمين من تسريع عملية إصدار خرائط وثائق الملكية، وذلك من خلال توفير قنوات إضافية للتواصل مع العملاء وإمكانية تقديم الطلب إلكترونياً عبر المكاتب المساحية المعتمدة لدى الجهاز، مما يعطي المستفيدين إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة على مدار الساعة. نعم المهندس عيسى علي عبد الله، مدير إدارة المسح الطبوغرافي القائم بأعمال مدير المسح العقاري، شكراً جزيلاً لك.